مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة تالت يوم العيد، خلاص بقى شربنا الشاي بلبن بعد صلاة العيد، وكلنا الكحك والبسكوت، وكلنا الرنجة والفسيخ. نركز مع التلفزيون شوية. النهاردة معانا حاجات حلوة كتير هتقدمها لنا نرمين. كل سنة وانتم طيبة يا نرمين. انت طيبة يا دينا، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وكل الأمة الإسلامية وكل الشعب العربي طيبين وبخير. النهاردة احنا حلقة مختلفة، حلقة جميلة، حلقة كلها فن وكلها ابتكارات وكلها بهجة. النهاردة احنا معانا مواهب كلها تجنن الصراحة. هنبدأ بأول موهبة، فريدة. ازيك فريدة؟ الحمد لله. قولي لنا انت بتقدمي ايه وبتعملي ايه، عرفينا بنفسك. انا اسمي فريدة وليد وبحب الرسم. تعرفي ترسمي؟ طب يلا تبدأي الرسم قبل ما نبدأ مع موهبة تانية. ماشي. اللي بعدها بقول لنا اسمك ايه؟ انا اسمي لارا محمود. بتعملي ايه يا لارا؟ ايه الموهبه اللي عندك؟ بحب ان انا يعني، قربي المايك شويه من بقك عشان الصوت. بحب ان انا امثل واغني واعمل حاجات كتيره. طب النهارده هتورينا ايه؟ هتغني؟ اه. طيب ماشي، يلا سمعينا. يلا غني في المايك. ماشي. اهلا اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد، اهلا اهلا بالعيد، مرحب مرحب بالعيد، هي 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 العيد فرحة وأجمل فرحة، يا سلام. العيد فرحة وأجمل فرحة، تملى تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، يا سلام سعدنا بيها بيخليها، ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا، غن قولوا ورايا، قولوا قولوا، غنوا معايا، غن قولوا ورايا، قولوا قولوا. برافو عليك يا لارا. برافو بجد، انت فرحة والله. انت اللي حاجات. يلا اللي بعد، يمين. اسمك وموهبتك ايه؟ لميس محمود. بمثل وبغني وبرقص باليه واستعراض. ما شاء الله ما شاء الله. طب غني لنا كده حاجه. اوكي ماشي. انا هغني اغنيه بتناديني تاني ليه. ماشي. بتناديني تاني ليه، انت عاوزه مني ايه، ما خلاص حبيتي غيري، ما خلاص حبيتي غيري، راح للي حبتي، راح 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 للي حبتي، يا سلام منك، يا سلام من الدنيا وكل ايام، يا سلام منك، يا سلام من الدنيا وكل ايام، خلتيني معرفش انام، خلتيني معرفش انام، ايدك في ايدي وساكتة ليه، راح 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 للي حبتي، بتناديني تاني ليه، انتي عاوزة مني ايه، ما خلاص حبيتي غيري، راح للي حبتي، راح 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 للي حبتي، يا ناري منك يا ناري، خلتيني أعيش بأفكاري، يا ناري منك يا ناري، خلتيني أعيش بأفكاري، شربت البحر ولا طفى ناري، شربت البحر ولا طفى ناري، عينك في عيني وساكتة ليه، راح 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 للي حبتي، بتنادي بتناديني تاني ليه، انتي عاوزة مني ايه، ما خلاص حبيتي غيري، راح للي حبتي، راح 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 للي حبتي، عايزك
تكوني مبتسمة وفي وقت اللحظة الحاسمة، عايزك تكوني مبتسمة وفي وقت اللحظة الحاسمة. إن سألوك قولي نصيب وقسمة، إن سألوك قولي نصيب وقسمة. نريق نجرح في بعضنا ليه، رح 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 للي حبتي. اللي بعده اسمك ايه؟ عبد الرحمن مرسي. ايه الموهبة يا عبد الرحمن؟ تلات وبقلد مؤذنين الحرم في تكبيرات العيد يعني، والاذان برضو. طب ممكن تسمعنا حاجة من الابتهالات؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا سلموا تسليما. حبيبي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، سيدي يا أبا القاسم، وأحمد محمود، وأحمد محمود في السماوات والأرض. الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحبك أجمعين. عليه أفضل الصلاة والسلام. ما شاء الله. ماشي نرجع تاني. خلصتي الرسمة ولا لسه يا فريدة؟ ماشي كملي. طب أنا بقى عايزة أسأل، لورا عندك موهبة تاني؟ طب استنى، عايزة أسأل بقى عبد الرحمن، أنت الموهبة دي جات لك إزاي؟ حد عندك بيأدي كده ولا انت؟ انا كده اتولدت كده يعني، كنت بسمع الشيوخ كانت بتيجي معايا كده، بقعد اتدرب برضك لحد ما جت معايا يعني. يعني اكتشفتها كده لو مين اللي اكتشفها عندك في البيت؟ لا انا اكتشفتها بنفسي، كنت بروح الجامع اذن يعني، لقيت الموهبه بقى بتنمى حبه بحبه يعني، شويه بشويه. ما شاء الله ما شاء الله. لميس، انا عرفت ان انت بتقولي شعر وكده، صح الكلام ده؟ طب ما تقولي لنا شعر كده او حاجه. الشعر أنا بنت مصر. ماشي. أنا بنت مصر، أنت مين؟ أنا بنت مصر، بنت البلد، بنت الغلابة الطيبين، بنت اللي زارع واللي صانع، بنت الكنايس والجوامع، بنت الغني وبنت الفقير، بنت القلوب الطيبة والإيدين العرقانين. أنا بسمة حلوة بتترسم على وشوش الشقيانين، أنا دمعة نازلة بتشتكي بكل العيون المظلومين، أنا ترس صغير لسه بتعلم أطير، أنا شجرة عالية وظلها فرشة لكل التعبانين، أنا مركبة أمن وسلام، أنا طوق نجاح للغرقانين، أنا بابي مفتوح للي تايه ونهر نيل للعطشانين. أنا بنت مصر، أنت مين؟ أنا اللي صورتي على الحيطان وفي الشوارع والمدارس وكل حي أو ميدان، أنا اللي صورتي على الحيطان وفي الشوارع والمدارس، أنا الجرس، أنا الأذان، أنا دمي هز مزلقان، صح الشوارع والميدان، من صعيد لبورسعيد مصرية حرة مش جبانة،
أنا بنت مصر، بنت البلد، بنت الغلابة الطيبين. أنا بنت مصر، لكن أنت مين؟ أنت عندك كم سنة؟ 9. 9؟ أنت تعلمتي فين بقى الشعر والغناء وكل الحاجات الحلوة دي؟ لا، هو أنا موهبتي، أنا مولودة كده. يعني أنت مش بتدرسي في مكان مثلا الشعر أو بتلقي الشعر في مكان أو كده؟ أنت في البيت يعني مع ماما وكده؟ أو أنا في البيت شعر، لكن تمثيل مثلت 3 مسرحيات وواحدة رابعة. مثلت وأنا عندي 5 سنين مسرحية بتتكلم عن مدرسة بحر البقر، كنت قايمة بدور سماح طفلة شهيدة، وعملت مسرحية عايزين سلام. وبشكر طبعا أستاذ باسم القناوي، هو اللي عمل لي أول مسرحية، وأستاذ حسن يوسف هو اللي عمل لي مسرحية عايزين سلام. وعملت مسرحية تانية اسمها رمضان جانا، كانت إخراج سيد طه وتأليف خالد سامي. وفي مسرحية تانية لسه بشتغل فيها اسمها رد اعتبار مع المخرج أحمد الخولي. ربنا معاكي ويوفقك إن شاء الله. طب أنت حافظة شعر تاني؟ هو واحدة عن أم الشهيد. طيب قولي هنا، ينفع تسمعينا؟ أوكي ماشي. قل لي يا ابني ما شفتش ابني، كان لابس زيك تمام، كان شايل بيت بحاله، كان لسه مخلص علام، لو حد شافه يقول له أمه جات له، والشقة خلصت دهان، وخطيبتك بتسلم عليك، والعيلة بعتالك سلام. ابنك يا أمي عند ربه شهيد، يشفع للأنام، يمسك إيدك يوم القيامة، ويحميك يوم الزحام، ياخدك لباب الجنة ويرفعك أعلى مقام. ابنك ما ماتش يا أمي، ابنك حي عند ربه في الجنان. ولدي آه يا ولدي، خدك الموت مني وانت في عز الشباب، خدك وسابني وساب شعري اللي شاف، خدك ورماني في وسط العذاب. طب اقول لابويا، اقول لابويا لما يسألني على ضنها اللي غاب، والله والله لا يصرخ صرخة تصحي كل الجيش، يا رئيس يا مشير يا فريق يا شاويش، ابني كان بينه وبين فرح ومفيش، ابني راح عندكم وما جاليش، ده انا في الدنيا دي غيره ماليش، ابني مات علشان وطنه يعيش، مات علشان وطنه يعيش، مات علشان وطنه يعيش. برافو عليكي، برافو عليكي ما شاء الله، جد تجنني. انا عايزه اسالك دلوقتي، انت في حد في البيت موهوب كده ولا انت في حد زيك؟ لا، انا اختي كانت بتمثل معايا بس جت على لحظه وقالت مش هكمل. يعني انت اللي ما شاء الله اكتشف موهبتك، ما شاء الله تجنني. عبد الرحمن، انا عرفت ان انت بتقول تكبيرات العيد، ممكن تقول لنا حاجه؟ صوت مؤذنين الحرب. طب ماشي، قولهم بقى كلهم. لا، هو انا اقول واحد بس يعني. مش عارف، ماشي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بقلد برضو في قارئ اسمه ماهر المياقي، هو سعودي، بقلد. طب أجيبه أقوله؟ طب ثواني، معانا بس اتصال، هناخد اتصال. معانا دوابة. دوابة من أسوان. أهلا دوابة. كل عام وانتم بخير ان شاء الله، والعالم بخير، والأمة الإسلامية بخير، والعالم كله بخير إن شاء الله. وأنت بخير يا حبيبتي، وبصحة وسلامة. وكل سنة ورئيسنا وقائدنا وأبونا وجابر للخواطر ورئيس الإنسان وكل مؤسسات الدولة بخير إن شاء الله. إن شاء الله وبإذن الله. نورتينا.
كل عام وانتم بخير، ربنا يا رب ان شاء الله يعود الايام بخير وسلام على الامه الاسلاميه وعلى كل العالم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مبارك على الجميع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه قاده وحماه ومؤسسات مصر بخير ان شاء الله، وربنا يعم السلام والخير والامن على العالم كله ان شاء الله. وانت بالصحة والسلامة، شكرا على اتصالك. ماشي كمل يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده الشيخ مار المابل. واحنا يعني احنا مجموعه كنا من صحابي في المدرسه بتوع الاذاعه المدرسيه كذا واحد، كلنا موهبين يعني موهوبين مع بعض ما شاء الله. هو انت بقى عايز اسالك سؤال، ان شاء الله ناوي لما تكبر تبقى ايه؟ تكمل في الابتهالات وكده ولا ناوي على حاجه تانية؟ لا ان شاء الله ان شاء الله دلوقتي هكمل فيهم ان شاء الله. طب ناخد اتصال تاني. رانيا القاهره. ايوه ايوه. عليكم السلام. انا خاله لورا محمود حسنين. اهلا بيكي، اتفضلي حضرتك. ايه رايك في لورا؟ بتحفه يعني، انا فرحانه جدا ان هي معاك واساس. احنا مبسوطين، دي مشرفه. احنا كمان. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه وهي طيبه، ويا رب دايما اشوفها احسن واحده في الدنيا. يا رب. وانت بخير يا رب ان شاء الله. يا رب ربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. باذن الله. شكرا على اتصالك. احنا عاوزين نرجع طيب لفريده عشان هي تقريبا خلصتي. ورينا الرسمه بتاعتك. ما شاء الله فريده يا جماعه، اول لما جت ما كانتش رسمه حاجه، وهي رسمتها هنا في الاستوديو، فمجرد ان هي ترسم ده لا ما شاء الله بجد روعه. يا فريده قولي لنا يا فريده، تعرفي الرسم ده بتاع موهبه ولا اتعلمتيه ولا ايه؟ معلش ثانيه واحده، اديها المايك. موهبه. ما خدتيش كورسات فيه وطورتي نفسك؟ لا. طب ناويه ان شاء الله لما تكبري كده تبقي ايه؟ اكون مدرسه رسم. ما شاء الله ان شاء الله، يا رب تحققي امنيتك. طب ممكن تشرحي لنا بقى الرسمه دي عباره عن ايه؟ قربي المايك شويه من بقك عشان نسمع. دي مور بوكس في كرتون فتيات القوه. ماشي جميله. شخصيه كرتونيه. عندك رسومات تانية؟ انا كنت شايفاك رسمه رسومات تانية عاملاها دلوقتي. وريها لنا كده. ما شاء الله. امسكي المايك بقى واشرحي لنا دي ايه. يلا. منظر طبيعي. ده عبارة عن ايه يعني؟ ايه اللي اشرحي لنا جواها؟ ايه الرسمة جواها؟ نخل. ايوة. وشمس وزي بيت كده وطير وغروب الشمس. جميلة. في تاني ولا خلاص؟ خلاص. ماشي. نرجع للميس. انا عرفت يا لميس ان انتي بتمثلي وكده صح؟ قلتي لي كده. طب قدمينا، تقدري تقدمينا دور؟ اوكي انا كده؟ هقدم دور انا كنت كاتباه. ماشي. يا يعني كمان بتالفي ما شاء الله. ماشي. انا اسمي لميس محمود، عمري 9 سنين، في سنه رابعه ابتدائي، عايشه مع بابا وماما، يعني انا وحدتهم، ملهمش حد غيري. ربنا اداني حاجات كتير حلوه، بس اخد مني حاجة مهمة قوي، اخد مني نور عيني، يعني انا كفيفة، بس اداني اب وام بيحبوني، واهم من كده ساكن في الشقة اللي قصادي اختي وصاحبتي وحبيبتي جيسيكا. اتولدنا في نفس الاسبوع، باباها ومامتها اصحاب بابا وماما، عمرنا ما عرفنا الفرق بين مسلم ومسيحي، بيفطروا معانا في رمضان وبنعيد معاهم في الكنيسة، وفي عيد الزعف جيسيكا بتعمل لي تاج من الزعف احطه على راسي. نسيت اقول لكم حاجة مهمة،
إن هما بينادونا بلوسي وجوسي. عمري ما حسيت إني عنيا، لأني بشوف الدنيا بعيون كل اللي بيحبوني، وكل يوم بروح المدرسة أنا وجوسي مع بعض، لكن هي بتروح مدرسة تانية لأن مدرستي خاصة بالكفيفات، لكن لما بنرجع البيت بذاكر أنا وهي مع بعض، بسمع بودنها وبشوف بعينيها، ربنا عوضني بيها. ويوم الجمعة بعد ما بنصلي بنقضي اليوم كله في النادي، نلعب ونتبسط ونرجع آخر اليوم تعبانين. بس الجمعة دي كانت غريبة، كان قلبي مش مرتاح، مش عارفة ليه كان قلبي مقبوض. كنت ماسكة ايد جوسي بقوة، كأني حاسة انها هتروح مني، وهي كل شوية تطبطب علي وتقولي مالك ليه خايف. اقول مش عارفة. في اخر شارعنا كنيسة وجامع، هما بيخشوا الكنيسة مع اجراس الكنيسة تن 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 تن، واحنا بندخل الجامع مع صوت الاذان، الله اكبر الله اكبر. ولما سبت ايديها عشان تدخل الكنيسة مشيت شوية صغيرين مع بابا وماما، وفجأة سمعنا صوت انفجار عند الكنيسة، جرينا ناحية الكنيسة واحنا بنده على جوسي وعمو جرجس وطنط ماري. يا جوسي يا عمو جرجس يا طنط ماري يا جوسي يا جوسي. وفجأة رجلي اتخبطت بحد مرمي على الأرض، لما حطيت ايدي على وشه لقيتها اختي جوسي بتقولي هتوحشيني يا لوسي. اه يا وجع قلبي يا حب عمري، هتسيبيني لمين يا اختي؟ خلاص انا زعمت، الارهاب قتل اختي واخد نور عيني، انا اتعميت. بجد اتجنني بجد. احنا معانا مكالمة. الو ميرفت. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيبة يا جينا، كل سنة وانت طيبة يا نرتين. انت طيبة، عيد سعيد عليكم ان شاء الله من تقدم لتقدم، وبرنامج ان شاء الله هايل. على فكرة ماما اتنزل. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا ماما، الحمد لله على سلامتكم وبسم الله. ربنا يخلي حضرتك يا طنط. بسم الله ما شاء الله لميس سلاميس، بسم الله ربنا يبارك فيها وبابها ومامتها، وان شاء الله يشوفوها في احسن ان شاء الله. الله اكبر عليها وان شاء الله يشوفوها كويسة بإذن الله، ودي موهبة جميلة كل تراها ويتبناها. وبقول لكم كل أصحاب عاملين بالقناة وأنتم طيبين وعيد سعيد دايما يا رب في تقدم الله بإذن الله. وحضرتك طيبة يا طنط، شرفتينا باتصالك والله. شكرا يا ماما. نرجع نشوف عبد الرحمن بقى. مقطع الأذان. ماشي. الأذان المصري. اخر مقطع منه يعني. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله
أكبر لا إله إلا الله. الله يا عبد الرحمن بجد الجنة. معنا مكالمة تاني، إسراء من السويس. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنة وانتم طيبين. وانتي طيبة وبخير. أنا مامي فريدة وليد. أه ازي حضرتك عاملة ايه؟ بخير. عايزين نسألك على فريدة بقى، انتي عاملة ايه في البيت والموهبة دي نميتوها فيها ازاي؟ هي بتحب الرسم جدا وقررت الرسم بتاعتها دي سايباها كل حتة في البيت. ما شاء الله. يعني طب بترسم على الحيطان وكده زي العيال اللي بيرسموا على الحيطان ولا لا مفيش كده؟ على كل حاجه. على كل حاجه يعني انت مش سايبه حاجه. ما شاء الله. وبتنموا الموهبه دي ازاي؟ يعني انا عايزاكي تقولي لكل الناس اللي هو لو عندهم موهبه يعملوا ايه، لو عندهم اطفال فيهم موهبه ينموها ازاي. هي والله مؤخرا دلوقتي بدات على اليوتيوب بقى تخش وتشوف الرسم ازاي وكده، هي بتصور نفسها يعني. هي ما شاء الله هي اساسا موهبه ما شاء الله، يعني تجنن والله. ان شاء الله ربنا يحميها لك ويخليها لك. وشكرا لاتصالك ونورتينا جدا باتصالك. ماشي مع السلامه. عايزين لميس. انا عرفت ان انت عايزاكي تسمعيني بقى اغنيه تانية. ماشي. انا هغني اغنيه فيها حاجه حلوه. ماشي. فيها حاجه حلوه، حاجة حلوة بينا، حاجة كل ما بدت زيادة فيها، إن فيها نية صافية، فيها حاجة دافية، حاجة بتخليك تتبت فيها سنة سنة. مصر هي الصبح بدري، مصر صوت الفجر يدن، صوبي فول طعمية كشري، دوم بطاطا سخنة جدا. مصر أول يوم العيد، عيد يا بومبو لبس جديد، فن سيما وغنى وتيترو، حفلة تلاتة في سيما مترو، موائد الرحمن وفانوس رمضان، مسلم في بيت مسيحي فترو، ترنيمة لايقة على تخت غنى. فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة بينا، حاجة كل ما بدت زيادة فيها، إن تقيلة العصرية في مصر، ولما على طبلية في مصر، مولد السيدة والذكر والهيصار، وركعة بركة في السيدة نفيسة، المشي على الكورنيش والبركة في لقمة عيش، فرح بلدي وليلة حنة. فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة بينا، دي تتعبك ولا بتسيبها، تحيرك برضو حبيبها، على بعضها كده بعيوبها، حتة من الجنة. فيها حاجة حلوة. والله انت اللي حلوة. عاوزينك بقى تختمينا الفقرة دي بأن احنا سمعنا في حاجة اسمها شعر فكاهي، ايه هو قبل ما تقوليه؟ هي خناقة ما بين المانجا والعنب. ماشي قولي. المانجا قالت للعنب اتلمي يا مفر، مركون ومالك سعر، على ايه بتتشر؟ زعل العنب منها راح يشتكي للموز،
وقالوا ينفع كده او حتى يعني يغوص. اكملناها زبدية تعمل كده فيا، ده نكت في العنقود جميل وليا العدل، بس الزمن ضربية وده شيء عليا انكتب، فانا حقي لو ما جانيش هقلبها قلة ادب وافضحها في الاسواق عديمة الاخلاق، ده الكل منها داء والربك عني مضروبة في الخلاط مشروبة بالشفاط، ما فيها صوت وعياط وسد عيني، مش عاملة فيها كيوت مش ماشية ليه مظبوط، عوجة ببص مخبوط ده انا نجم اغنية احمر واصفر فيا واخضر كمان تلاقيه، ما تشوفي حد غيري وارمي بلاكي عليه، ده المحشي من ورق وعصرها من مرق، وانتي لما تتفلقي تتحطي في سكيبة، ده انا بيتي تكعيبة وعزوتي رهيبة ورستي عجيبة وليا حبيبة، المانجا قالت للعنب سامحني يا مفرط. بجد اتجننت. برافو بجد. عايزه اقول لكم نورتونا كلكم وشرفتونا وبجد اتبسطنا بيكم، وان شاء الله تبقوا معانا في حلقات تانية. وبرافو يا لميس، احنا مستنيينك نشوفك نجمه بقى ان شاء الله. ان شاء الله تبقى معانا باذن الله في حلقات تانية. استنونا هنروح لفاصل صغير وهنرجع لكم مع مواهب صغيره وبتجنن. رايحين. رجعنا لكم من الفاصل ولسه مكملين حلقتنا مع المواهبنا الجميله اللي اتجنن، ومعانا مواهب تانيه جديده، ونتعرف باول موهبه فيروز. ازيك يا فيروز؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويس الحمد لله. ايه بتقدمي ايه يا فيروز بقى انتي؟ بغني وكمان بلعب جمباز. وايه تاني؟ وبلعب سباحة وبعرف لغة الإشارة وكمان كل دي مواهب عندك ما شاء الله. طب تغني؟ نبدأ بالغنى كده، نبدأ بحاجة تعرفي ولا تبدأي؟ أروي لكم عن قصات للمصطفى، إسقام يوما في الجهاد منظما، رص الصفوف كما الصلاة تصفهم، فكأنهم بنيان سد أحكما، وتجول المختار بين صفوفهم، فإذا بشخص بينهم متقدما، قد غير الصف القويم خروجه، نظر الرسول إليه ثم تبسما، وبيعود غصن للصفوف أعاده، وأعاد للصف القوي قوما، قال الفتى في رقة وتمسكن يشكو إلى المختار منه تألما، ألم تني بالعود يا خير الورى، فاستغرب الجمع الغافير وهمهما، ما ظنكم ماذا يكون جوابه، هذا رسول هذا خلق عظيما، فتأملوا في قائد وجناد، كان أصغر الإسلام حكما فيهما، هذا محمد كاشفا عن أحنه. خلاص؟ ما شاء الله. برافو عليك يا فيروز. نشوف الموهبة اللي بعدها بقى. اسمك ايه؟ اسمي أحمد محمد فاروق الجهري. أنت بتعمل ايه بقى؟ بلقي الشعر وبعمل لغة الإشارة والغنى. قرب المايك من بقك طيب عشان والغنى. تعمل ايه تاني؟ قول اللي انت بتعمله تاني. الشعر وقرب المايك وانت بتقول وقول عشان نسمعك. ولغة الاشارة والغنى. برافو عليك. هتسمعنا ايه اول حاجة؟ الشعر. طيب يلا سمعنا.
فلسطيني أنا اسمي فلسطيني، نقشت اسمي على كل الميادين بخط بارز يسمو على كل العناوين. حروف اسمي، حروف اسمي تلاحقني تعايشني تغذيني، تبص النار في روحي وتنبض في شراييني. جبال النهر، جبال النار تعرفني مغاورها وتدريني، بذلت الطاقة الكبرى وقلت لأمتي كوني، صلاح الدين في أعماقي أعماقي يناديني، وكل عروبتي للثأر للتحرير تدعوني، وكل وراياتي التي طويت على ربوات حطين، وصوت مؤذن الأقصى يوب بنا يغيثوني، وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملايين، تقول لهم إلى القدس إلى قبلة الدين، إلى حرب تدك الظلمة وتزهق روح صهيوني، ترفع في سماء الكون أعلام فلسطيني، وتهدر كلمتي تمضي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. برافو. الموهبة اللي بعد كده، انت محمود ولا ايه؟ لغة الإشارة. لغة الإشارة. طب احنا نروح لمحمود واحمد ونرجع لك تاني. ماشي ماشي. محمود ومحمد صح؟ مين انت محمود؟ تعرفوا تعملوا ايه بقى؟ ممثل. تمثلوا؟ طب تمثلوا لنا مشهد انتوا الاثنين. يلا ماشي. ازيك يا ملك، عامله ايه؟ نقرب المايك بس، يعني تحط له المايك عشان ايوه. ازيك يا ملك، عامله ايه؟ الحمد لله يا محمد، وانت عامل ايه؟ الحمد لله. تعالي نقعد على الكافيه شويه. ماشي يا محمد. قول يا محمد كنت عايزني فيه. الصراحه انا بحبك. مش ملاحظ ان انت قصير شويه؟ قصير الراجل ما عبوش غير من ايه؟ من جابه. اخوك اجري. ايه ده؟ ايه اللي جابك كده؟ يلا قدام على البيت. برافو عليكم. ما شاء الله. نرجع لفيروز تاني. هتقدم لنا ايه تاني يا فيروز؟ هتقدم لنا لغة الإشارة؟ اه. على أغنية ايه؟ أغنية مصر. أغنية مصر؟ ماشي. أغنية تحيا مصر قصدك؟ اه. ماشي. طب أغنية تحيا مصر جاهزة؟ اه. طب بتعرفي تغني عبال ما يجهزوا الأغنية حاجة تانية غير اللي انت غنيتيها؟ جاهزة خلاص. طيب اتفضلي يلا. ثواني هتشتغل دلوقتي. حطي المايك، حطي المايك جنبك ويلا. حطي المايك، حطي المايك على حطي المايك. خد منها المايك يا احمد. يلا الاغنيه تشتغل. يلا اعملي لغه الاشاره. يلا. اول يوم جنبي في مدرستي باللي بتجلدي كراستي لخبطنا في الاغنيه. الاغنيه معلش، احنا عاوزين نشغل اغنيه تحيا مصر لفيروز. غني لنا يا فيروز طيب شويه. قولي في جمله واضحه حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نيه الجمله هي تحيا مصر، قالوا لي ارسم علامها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعينها تملي، صحيا وعينها بكل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. برافو يا فيروز، برافو عليك يا حبيبتي. قولي لنا يا فيروز، امسك المايك كده وقولي لنا موهبة لغة الإشارة، مين اللي معلمك الحاجات دي؟ ماما. ماما؟ وانت كنت بتعرفي بتعملي كذا حاجة ولا دي بس اللي تعرفيها؟ لا بعرف حاجات تانية.
تعرفي حاجات تانية ان شاء الله. طب يعني انت بتتعلمي في دي بتدرسي لغة اشارة ولا لأ؟ اه بتعلم لغة الاشارة وحاجات تانية. علي صوتك شوية فيروز. بتعلم لغة الاشارة وحاجات تانية. برافو عليك. طيب ندي لأحمد المايك. انت يا احمد هتقدم لنا ايه تاني؟ لغة الاشارة على اغنية ام يا نور بيتنا. ام يا نور بيتنا اللي كانت شغالة الاول. طيب تمام الاغنية موجودة. ماشي يلا هتقف. اقف ماشي. بجد يا احمد تجنن تجننوا جدا. انا مبسوطه بيكم جدا مبسوطه بيهم جدا يا دينا لان مواهب في السن ده وبيعرفوا لغه ما شاء الله عليكم يعني بجد تجنن. دلوقتي بقى انا عايزه اعرف مين فيكم محمد ومين محمود عشان متلخبطه من الاول. ادي المايك كده بس. المايك المايك. مين محمد بقى ومين محمود؟ انا محمد. وانت محمود؟ وانا محمود. ماشي محمد انت بتعرف تمثل حاجه تاني؟ طب تمثل لنا مشهد. دي المايك يا محمود. مثلا مشهد. اي مشهد اللي يعجبك اللي انت عايزه. قول انت هتمثل مشهد ايه. حاجه لله حاجه لله. الله انا غلبان يا بيه. حاجه لله حاجه لله حاجه لله يا بيه. حاجه لله حاجه لله حاجه لله يا بيه. حاجه لله حاجه لله يا بيه. حاجه لله والنبي والنبي ابوس رجلك. حاجه لله. برافو عليك. طب محمود تعرف تعمل حاجه؟ اعمل الدور ده بس والدور ده. حط المايك كده اتكلم في المايك عشان نسمعك. وما اعرف اعمل الدور بتاع الفرح. تعمل ايه؟ ما اعمل الدور بتاع الفرح. اه طب كويس بس محتاجه حته كبيره شويه. طب حط المايك كده. انت بتعرف تمثل اتعلمت فين التمثيل وكده؟ اه بتروح تمثل فين اتعلمت فين التمثيل؟ قرب المايك قرب المايك وانت بتتكلم. ممثل في المسرح. في المسرح انت ومحمد؟ مسرح ايه؟ فرقة عالم مسرح. خد المايك خد المايك يا محمد واتكلم فيه. فرقة عالم مسرح.
تحضروا حاجه دلوقتي ولا ايه؟ ايه دلوقتي بتمثلوا في حاجه ولا لسه مش محضرين لسه حاجه؟ لسه طيب ماشي. ادي لاحمد كده، قول لي يا احمد انت ناوي ان شاء الله لما تكبر تبقى ايه؟ ناوي على ايه؟ اطلع صبي الجيش زي جده. ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله. طب انت عندك موهبه ايه تاني يا احمد، او انت ايه تاني ممكن تقدمه لنا؟ الغنى. تغني لنا ايه؟ مولاي صلي. طيب ماشي غنيها. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله، يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي عليه صلوات الله عليه. البدر كطلعتي وجه جميل، والشمس كبسمتي ظل ظليل. البدر كطلعتي بدر جميل، والشمس كبسمتي ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير المبعوث لوحي الله. هو عبد الله خير المبعوث لوحي الله، طاهر القلب نقي ذاكر لله. المصطفى الصافي صلى عليه الله. ما شاء الله برافو عليك فيروز. انت في اغاني تاني حافظاها او اناشيد تاني؟ لا مش حافظه حاجه تاني. طب قولي لي يا فيروز انت في سنه كام؟ في كي جي 2 وعندي 5. عندك 5؟ انت صغننه خالص. اتعلمتي الحاجات دي فين؟ الغنى اتعلمتيه فين، في الحضانه ولا في المدرسه؟ لا ماما هي اللي علمتوني برضه. ماما يعني انت بتتدربي مع ماما؟ علمتني لغه الاشاره، وتيتا علمتني الغنى. الغنى والجمباز. الجمباز انا اتعلمته في النادي. ما شاء الله ده انت عندك مواهب كتير. ده بتعملي ايه تاني يا فيروز؟ وبطبخ. بتطبخي ايه؟ بطبخ كيكة. كيكة؟ تعمليها ازاي بقى قولي لنا، عشان انا مش بعرف اعمل كيكة صراحة. مش فاكرة. مش فاكرة؟ طب المرة الجاية بقى تقولي لنا، تحضري الوصفة وتجي تطلعي معانا. ماشي 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 خلاص. ادي لمحمد كده. ومحمد عندك كام سنة بقى انت يا محمد؟ انا 7. 7 وفي مدرسة صح؟ سنة كام؟ سنة تانية. ما شاء الله. اتعلمت بقى؟ أولى ودخلت تانية. ما شاء الله. اتعلمت التمثيل فين؟ في المسرح. في المسرح؟ أول لما أنت عرفت مين بقى اللي اكتشفك إن أنت بتمثل؟ مين اللي قال إن أنت بتعرف تمثل حلو؟ عرفتي؟ ماما؟ ودتك المسرح؟ إن شاء الله. وبرده محمود هو بيمثل عرضين وانا عملت 6. طب تعرف تقدم لنا عرض تاني تمثل حاجه تاني؟ طب مثل يلا اي مشهد انت عايزه. انا صراحه مش فاكر كل مشاهد. مش فاكر حاجه؟ خلاص مش فاكر كل المشاهد ولا اي حاجه خالص. انا فاكر نصهم بس مش فاكرهم كلهم. طب ممكن تقول حته منهم؟ حته لو حته فاكرها، لو مش فاكر خلاص. مش فاكر. مش فاكر خلاص. عندك مواهب تانية ولا بس التمثيل؟ التمثيل بس. ماشي ان شاء الله. هتحبي لما تكبر تبقى ايه؟ ممثل ولا زبط. عايز تبقى ظابط؟ برضو كلكم ظباط. تحسنت. وادي لمحمود. عايز انت كمان يا محمود لما تكبر تبقى ايه؟ ظابط. برضو عشان هو اخوك يعني بتقلده ولا انت عايز تبقى كده؟ انا ظابط. عايز تبقى ظابط؟ ان شاء الله تبقى ظباط. خلاص احمد عندك مواهب تانية او حاجة تانية غير الشعر والغنى؟ لا هما دول بس. ماشي. طب قول لنا انت لما تكبر ان شاء الله هطلع ظابط جيش زي جدا. اه انت قلت لي معلش. ما شاء الله ما شاء الله كلهم ظباط يعني ما شاء الله معانا ظباط كلهم. ماشي فيروز انت كده هتقدمي لنا حاجة تاني؟ بتعرفي تمثلي؟ لا مش بتعرفي؟ مين بتعرفي تغني أغنية غير الأغنية عادية؟ مش شرط. مش حافظة أي أغاني؟ حافظة نص أغنية. قولي نص الأغنية. شفت وردة أحلى وردة فتحت قبل الميعاد،
كانت مبسوطة النهاردة في عيد ميلاد الفرح ده، ويا جمالك يا طعمتك حضن يكبر في ابتسامتك. ما شاء الله، خلاص تجنني. طب وانت يا احمد تعرف تغني حاجة كده ولا لازم تكون حافظ الاول؟ بتتدرب على الاغاني ولا بتعمل ايه بقى؟ لا بتدرب عليها اول وبعد كده اقول. طب والشعر، الشعر بقى ده اكتشفته ازاي واحكي لنا. هو ماما كانت على ايه مرة اشتركت في مسرحية كده، فقمت مس خميل دخلتني اول شعر في الاذاعة، فكنت بقول على طول، كانت بتخليني اقول بقى. يعني انت اتعلمت في المدرسة كل ده، المواهب دي كلها اكتشفتها في المدرسة؟ ومن ماما برضو لغة الاشارة كلها علمتها لي. يعني انت بتتدرب انت وماما في البيت، ما بتروحش في مركز او حاجة تتدرب فيه؟ طب كويس ان شاء الله. ادين محمود قولوا لي بقى، انتوا الطقم اللي يجنن ده جايبينه ازاي؟ هنلاقيه. انتوا توأم ولا ايه يا محمود؟ انت توأم؟ اخوات. اخوات مش توأم، بس شكلكوا شبه بعض قوي. وانت في سنة كام يا محمود؟ سنة أولى. ما شاء الله. في الحضانة. في الحضانة. انا قربت اخش المدرسة. امسك المايك اتكلم فيه. انا قربت اخش في المدرسة. قربت تخش في المدرسة؟ وبتحب المذاكرة يعني، عاوز تذاكر وكده ولا ايه؟ ولا بتحب التمثيل بس؟ طب محمود انت بتمثل عشان اخوك بيمثل ولا انت حابب التمثيل؟ انا حابب. قرب المايك. حابب التمثيل وبتمثل؟ ما شاء الله تجننوا والله بجد، مواهب رائعة ان شاء الله. خلاص انتوا نورتونا وشرفتونا، وان شاء الله تبقوا معانا بقى في حلقات تانية كتير، وتيجوا بقى حافظين مشاهد كتير كده عشان نقدم حاجات وتكونوا تانية. احسن بقى من كده بكتير كمان. ماشي؟ ماشي. تكونوا كبرتوا شوية. ماشي خلاص. احنا بنعرف نغني بس اغنية بس. اتكلم في المايك. تعرف تغني؟ طب غني. طب ليه ما انا عماله عمالين نقول لك بتعمل ايه مش بتقول. لازم اخويا يغني معايا. ماشي غني. طب غنوا مع بعض. طب غنوا مع بعض. ليه؟ طب غني انت يا محمود لوحدك. انت شاطر. انت شاطر غني. طب غني. غني انت. خلاص يا جماعه. خلاص. طب غنيها بقى يا محمود، يلا انا عايزه اسمعها. طب غنوا مع بعض. طب ما تغني. طب يلا شاطر غني يلا. وديني تلاقيني لسه بخيري، مش هتبقي تداري، وديني ما فيش غير حالي محطوط عكريمة. ما شاء الله عليكم، برافو برافو بجد، بسطتونا وشرفتونا ونورتونا بجد، بسطنا بيكم، وان شاء الله تبقوا معانا في حلقات تانيه ان شاء الله. شكرا مشاهدينا الكرام، وان شاء الله يا رب تكون الحلقه عجبتكم، واستنونا في حلقات تانيه. الى اللقاء.